عدنا إليكم أعزائي المشاهدين لنبدأ فقرتنا الحوارية الرئيسة في حلقة هذه الليلة، وترحب في بدايتها بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور ياسر دهب، نائب مدير الأكاديمية العربية فرع جنوب الوادي بأسوان. أهلا بحضرتك معنا دكتور ياسر، منورنا دائما إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. دكتور ياسر، يعني دعنا في البداية، احنا في إطار احتفالنا بالذكرى 42 لتحرير سيناء، يعني كيف ترى جهود الدولة الحثيثة في الإسراع بمعدل التنمية على كافة الأصعدة بكافة ربوع سيناء، انطلاقا من فكرة أن يعني تأخرنا كثيرا في هذه المظاهر الفعلية والتنمية الفعلية لأرض سيناء؟ هو بالطبع يعني سيناء، يعني نرجع في التاريخ سنوات طويلة، حروب أكثر من حرب على أرض سيناء. كان في البداية كان لازم يتم الأول إحلال السلام في المنطقة، وبعد كده أن يكون في تنمية وتنمية شاملة. طبعا التنمية بتتطلب أن يكون في طرق، بتتطلب أن يكون في بنية أساسية أو بنية تحتية، وده الحقيقة اللي الدولة عملته في السنوات الأخيرة بجانب إقرار الأمن في المنطقة. كان لازم يتعمل مشروعات مختلفة ومتعددة، منها بقى في المواني، منها في الطرق، منها بنية أساسية، وبقت سيناء مؤهلة حاليا لمشروعات كبرى عن طريق مستثمرين عالميين بالاشتراك مع الدولة المصرية، وده أعتقد اللي هو تم، واللي دلوقتي المفروض بقى يعني مرحلة جني الثمار تقترب جدا، وان يكون سيناء ليس فقط في هذا الجزء العزيز من عندنا، لا ده كمان من جميع انحاء الدولة المصرية ان ينتقل للإقامة هناك، وفي طبعا في المشروع الكبير اللي هو في ملايين المصريين هم يكونوا من قاطني سيناء، ان الشعب المصري يبقى لحمة واحدة سواء من ابناء سيناء او من خارج سيناء في بقية الوطن المصري. يعني من مظاهر التنمية دكتور وحضرتك يعني كأحد يعني أساتذة الجامعات، الاهتمام بالجانب التعليمي، يعني كيف نالت سيناء في الفترة الأخيرة حظا كبيرا جدا في مجال التعليم، وخاصة التعليم العالي على وجه الخصوص، إيمانا بأن هذا مظهر هام جدا من مظاهر التنمية؟ بالطبع سيناء فيها الآن جامعات، يعني أكثر من جامعة موجودة الآن في سيناء. هناك طبعا تعاون علمي بين هذه الجامعات وجامعات عالمية. دائما اهتمام الدولة المصرية أن يكون أحدث النظم سواء كان تعليم أو تكنولوجيا تكون موجودة هناك، خاصة أن في شريان كبير هو قناة السويس بالقرب من سيناء، ومخططات الدولة أن يكون استثمارات كبرى في هذا المجال، وبالطبع التعليم بيكون أحد روافد هذه التنمية. طيب دكتور، دعنا نتحدث عن التنمية. كما ذكرت حضرتك يعني التنمية ليست قاصرة على سيناء فقط، ولكنها بتشمل طبعا ربوع الجمهورية. التنمية القائمة على التعليم العالي على وجه الخصوص، وهنا يعني أسوان تحظى بكثير من المؤسسات التعليمية، وعلى رأسها طبعا الأكاديمية العربية للعلوم البحرية. يعني كيف تعملون في مظاهر التنمية المختلفة وخدمة المجتمع الذي يقع فيه فرع الأكاديمية هنا على أرض أسوان؟ بالطبع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة، أنشئت لخدمة الدول العربية، ودولة المقر هي جمهورية مصر العربية. وبناء عليه هناك أدوار متعددة تقوم بها الأكاديمية، سواء كان جانب تعليمي، سواء كان جانب استشارات، سواء كان دعم تدريب ودعم للمجتمع. فرع جنوب الوادي في أسوان هو فرع من 8 فروع الأكاديمية في جمهورية مصر العربية. فرع جنوب الوادي أنشأ خصيصا لإعداد كوادر فنية متخصصة في جنوب الوادي، والحقيقة فرع جنوب الوادي بيمتاز إن هو في تخفيض كبير للمصروفات الدراسية، اهتمام كبير جدا من سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية البحرية. دائما لدينا أنشطة مختلفة خاصة في المجالات التعليم أو الاستشارات أو خدمة المجتمع. خدمة المجتمع بالنسبة لنا عندنا شرائح عمرية مختلفة بنقدم خدماتنا ليها، محتاجين أننا نوطن التكنولوجيا في صعيد مصر. أبوابنا دائما مفتوحة
شراكة مع مؤسسات مختلفة سواء كانت مصرية أو غير مصرية، نعمل لمصلحة المواطن المصري في جنوب الوادي. طبعا بالنسبة لفرع جنوب الوادي كذلك الحال في بقية فروع الأكاديمية في بقية ربوع مصر. ندخل في شراكات مختلفة. كان بالأمس كان في احتفال كبير الحقيقة في الأكاديمية في أسوان، كان يشرفنا وزيرة التعاون الدولي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سفير الاتحاد الأوروبي. ده الصورة ده جانب من الزيارة، ده جانب من الزيارة، وده كان موجود في معمل الكمبيوتر. الحقيقة هذا المشروع بيتم ما بين الأكاديمية العربية وبرنامج الغذاء العالمي. الغرض منه تأهيل الأشقاء السودانيين للعمل في مجال العمل الحر. هنا زي ما احنا شايفين في الصورة طبعا الشهادات، تسليم الشهادات. هذا البرنامج التدريبي انتهى، والآن حاليا على أرض أسوان في ثلاث برامج تدريبية أخرى، الغرض منها إعداد الأشقاء السودانيين في المرحلة الانتقالية اللي هم فيها. إن شاء الله لما الأمور تستقر في السودان الشقيق يعودوا إلى وطنهم ويكونوا تعلموا حاجة جديدة تكون مناسبة للسودان الجديد إن شاء الله. سؤال اسمعنا، يعني اشمعنا السودان، يعني الاخوه السودانيين، يعني احنا بنؤكد انكم الاكاديميه العربيه فهي حاضنه لكل الدول العربيه وهي منبثقه من جامعه الدول. صحيح. العربيه تمام. ده برنامج خاص. يعني احنا عندنا برامج اخرى طبعا لكل الدول العربيه وللمصريين، لكن ده برنامج خاص مع برنامج الغذاء العالمي على اساس ان المرحله الصعبه اللي بيمر بها الاشقاء السودانيين وغير السودانيين، يعني في بقيه فروع الأكاديمية هناك الأشقاء السوريين وأشقاء اليمنيين. ده برنامج كبير جدا، الغرض منه أن احنا نساعدهم أن يبدأوا حياتهم مرة أخرى وما يكونش الظروف الاستثنائية في بلادهم عائق أن هم يعيشوا وأن هم يتعلموا شيء جديد، وإن شاء الله لما يعودوا لأوطانهم أن هم يقدروا يبقوا زراعة تنموي في بلادهم مرة أخرى إن شاء الله. ما يميزكم دكتور ياسر يعني أن هذه المنابر التعليمية كانت قاصرة على أبنائها الطلبة والطالبات الملتحقين فيها فقط. النهاردة أنا ممكن أشوف الأكاديمية مثلا بيدخلها وبيلتحق فيها وبيستفيد من معاملها، من قاعات المحاضرات، شرائح عمرية مختلفة، منهم من تخطى مرحلة التعليم الجامعي ومنهم ممن لا، يعني ليس له اتصال أو انتساب للأكاديمية، يعني مش من الطلبة بتوعها الملتحقين بيها. ده يعتبر دور مهم جدا من خلال توسعكم وتعاونكم مع شراكة مع مؤسسات مع جمعية في مجال التدريب على وجه الخصوص. طبعا ده جانب مهم من الأعمال الأكاديمية اللي هو جانب برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر. برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر بتقدم خدماتها لشرائح المجتمعية المختلفة. احنا بنبدأ بنقدم برامج لأعمار من 7 سنوات، يعني أطفال المدارس. احنا الحقيقة عندنا برامج واعدة ليهم، بنعلمهم تكنولوجيا، بنعلمهم ذكاء اصطناعي، بنعلمهم برمجة، بنعلمهم ابتكارات. في مرحلة طلاب الجامعات مش لازم يكون منتسب للأكاديمية عشان يلتحق بهذه البرامج، وفي مرحلة الخريجين وإعدادهم لسوق العمل ومواجهة المطلوب في سوق العمل. سوق العمل في السنوات الأخيرة شهد تغيرات كبيرة جدا، فإننا نؤهلهم إزاي ياخدوا بتكنولوجيات المتقدمة، إزاي يشتغلوا بتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، إن يساعدهم في إن هم يحصلوا على فرص أفضل. بالإضافة إن احنا برضو مهتمين جدا بالعمل الحر، وان يكون العمل من على بعد، لان احنا بنستهدف الحقيقه الموضوعات الخاصه بتمكين المراه. ان المراه حضرتك عارف في جنوب مصر في ظروف خاصه احيانا بيبقى مش قادره ان هي تتحرك من بيتها عشان تعمل، فاحنا بنعمل في هذا الاتجاه ان هي تستطيع العمل من المنزل ويكون دخل مناسب جدا بالنسبه لها، وده هيتم كله عن طريق التكنولوجيا. إيمان المرأة في جنوب مصر بالتكنولوجيا هيورث هذا لأولادها، لأنهم هيجدوا جدوى من التكنولوجيا، وبناء عليه هنطلع أجيال ناشئة بتحب التكنولوجيا. وحضرتك تعلم من يحب شيء يبدع فيه. فالحلول اللي بنقدمها الحقيقة بنستهدف بيها شرائح
عمرية مختلفة، ونستهدف في المقام الأول برضو إن إحنا القدرات الكامنة في أبناء صعيد مصر إنها تظهر. وبالفعل الأكاديمية بتتبنى كل من له قدرات مختلفة إن نساعده إن في مساره إن يقدر يوصل لكل ما هو منشود بسرعة أكبر إن شاء الله. نؤكد دكتور ياسر في هذا المجال، مجال ريادة الأعمال وتوجه الطلبة في المراحل الدراسية النهائية أو الخريجين لتبني مشاريع بعينها والعمل على تنفيذها. احنا كنا بنشوف طلبة بينفذوا مشروعات على أرض الواقع وبيشتغلوا في إطار البرنامج التدريبي. يعني من المؤكد أن لديكم نماذج ناجحة بالفعل أثبتت نجاحها وتبنت أفكار واشتغلت وكسبت. بالطبع موضوع ريادة الأعمال الحقيقة من الموضوعات المتميزة في الأكاديمية العربية. الحقيقة سعادة رئيس الأكاديمية أمر بإنشاء مركز لريادة الأعمال على مستوى عرض أعمال في مصر. بيتم تنظيم مسابقة ريادة أعمال لكل طلاب جامعات مصر الحكومية وغير الحكومية، بيتم في الأكاديمية العربية، وبناء عليه بيتم عمل شراكات ما بين الشركات العاملة والشباب اللي لديهم أفكار لعمل شركات جديدة أو شركات ناشئة. فالأكاديمية مهتمة بهذا. الزملاء في مركز ريادة الأعمال يجوبوا مصر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لنشر هذه الأفكار منذ سنوات، وبدأنا الآن نجني هذه الثمار. مسابقة بقت مسابقة كبيرة جدا على مستوى كل الجامعات المصرية، ونحن سعداء أن احنا منذ سنوات في هذا المجال، وابتدت شركات ناشئة مختلفة في مجالات مختلفة تجد طريقها للنجاح سواء داخل مصر أو خارج مصر كنتاج لأعمال هذا المركز. نعم. أشرت في حديثك دكتور ياسر إلى هدف رئيسي وهام جدا تسعون إليه، وهو توطين التكنولوجيا. ما المقصود بتوطين التكنولوجيا، وإلى أي مدى سرتم في هذا الإطار على وجه الخصوص؟ يعني الحقيقة احنا مهتمين إن احنا نكون من صانع التكنولوجيا ولسنا من مستخدم التكنولوجيا. يعني عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي نحن نريد أن تكون نماذج الذكاء الاصطناعي خارجة من المنطقة اللي احنا عايشين فيه. مهم جدا أننا نقدر نحل مشاكلنا عن طريق هذه التكنولوجيات الحديثة، وبالتالي هذا الطريق له عدة محاور. أولا في محور للسن المبكر جدا، أن الأطفال لو نشأوا على التعلم الصحيح لهذه التكنولوجيات وتطويرها هيساعد كتير جدا في تطوير المنطقة، بالإضافة إلى طلاب الجامعات، بالإضافة إلى الخريجين. نحن ما نريد أننا ندخل هذا المضمار بخطوات واسعة ويكون هذا موجود بالطبع في مصر كلها في الدول العربية، لكن نحن نتحدث هنا عن جنوب الوادي. صعيد مصر زاخر بالثروات، ثروات صعيد مصر بالإضافة للثروات الطبيعية هي الثروة البشرية. الفرد في جنوب الوادي يتميز بالمثابرة والتعب وبذل المجهود وتحمل الصعاب. فأنا الأوان أنه هذه التكنولوجيا المتقدمة تبقى موجودة عندنا ويكون جاذب لحتى جهات دولية للتعاون. احنا مهتمين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، في مجال التصنيع، في مجالات التعدين على سبيل المثال والزراعة، وبدأنا الحقيقة من فترة في هذا المجال سواء كان عن طريق شراكات، سواء كان عن طريق أبحاث علمية، سواء كان عن تدريب للطلاب، مشاريع تخرج للطلاب. وبدأ الحقيقة يعني خريجين من الأكاديمية في فرع أسوان يجدوا طريقهم في العمل في مؤسسات دولية أو شركات دولية نتيجة ما اكتسبوه من خبرات عن طريق هذه التدريبات أو الدراسات الخاصة بهم. إيه أبرز الشراكات والجهات التي تتعاونون معها دائما في هذا المجال على وجه الخصوص، يعني خاصة طبعا الجهات الحكومية في أسوان؟ طبعا جامعة أسوان في الشراكات العلمية، طبعا جامعة أسوان هي الجامعة الحكومية الجامعة الأم في أسوان، مركز الدكتور مجدي يعقوب لأبحاث القلب نتعاون معه، نتعاون مثلا مع التعاون الألماني في أسوان، تقريبا كل المؤسسات الأجنبية الموجودة في صعيد مصر نتعاون معها، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى كبرى تقدم خدماتها في محافظات أخرى غير أسوان. لنا حضور قوي في محافظة قنا على سبيل المثال، بنقدم عن طريق شركائنا خدماتنا للمحافظات جنوب الوادي المختلفة. نأمل إن شاء الله في القريب العاجل أن نكون محافظات جنوب الوادي الثمانية الممثلة
لدينا في فرع جنوب الوادي تكون خدماتنا موجودة في تلك المحافظات، يعني ليست قاصرة على أسوان فقط. لا احنا الحقيقة خدماتنا كلها نقدمها لجنوب الوادي، بدءا من المنيا شمالا حتى أسوان جنوبا، الوادي الجديد شرقا، ومحافظة البحر الأحمر غربا. حتى يعني المزايا التي مزايا الكل لأبناء هذه المحافظات جميعها، لأبناء الثمان محافظات الكل المزايا اللي موجودة في فرع جنوب الوادي تقدم لهذه المحافظات دون تفرقة. تمام، أنا بنشكرك شكرا جزيلا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ دكتور ياسر ذهب نائب مدير الأكاديمية العربية فرع جنوب الوادي بأسوان، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا يا فندم. والشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وأمل أن تكونوا قد أفدتم بكل ما قدمناه لحضراتكم من فقرات حلقة هذه الليلة. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.